ترأس صباح اليوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مكاي حسن تيسو الانطلاقة الرسمية لفتح قسم جديد للحصول على شهادة الدكتوراه بجامعة أنجمينة بحضور عدد كبير من الأساتذة والباحثين في التعليم العالي إلى جانب بعض من الخبراء من دولة السنغال في هذا المجال وذلك بمركز الوطني لدعم الأبحاث. رمضان شبرينانكيني. تأخير وصل إلى حد المبالغة لأسباب غير معلومة. 46 عاما مضت على تأسيس جامعة تشاد سابقا، مرت خلالها الجامعة بصعوبات وأراقيل جمة أحالت دون تقدم قطاع التعليم العالي في البلاد. ومنذ ذلك التاريخ يعمل القائمون بشؤون تطوير مجال التعليم العالي بسلسلة من الخطوات المنظمة للتطلع إلى آفاق أوسع. حصيلة هذا الترابط استطاع من خلاله أعضاء هيئة التدريس بالتوصل إلى موقف موحد للقيام بفتح مجال لدراسة ومناقشة رسالة الدكتوراه لأول مرة في جامعة أنجمينة وبالتحديد بالقسم الفرنسي. هذا ما جاء في الكلمة التي ألقاها رئيس جامعة أنجمينة محمد بركة، وأن دراسة مثل هذه الرسائل البحثية يكون لها نتائج ترد على المتطلبات الاجتماعية. وزير التعليم العالي والبحث والابتكار مكاي حسن تيسو تناول مجموعة من المعلومات تبين أهمية التعليم العالي في التنمية الشاملة، وأكد أن الحكومة سوف تواصل ما بوسعها لدعم أعضاء هيئة التدريس من الباحثين الشباب، كما أوضح أن فتح هذا القسم اتخذت له كل الترتيبات الضرورية التي تساهم في إنجاح هذه الخطوة الإنمائية لترقية مستوى التعليم العالي في البلاد. أكد ظهر اليوم المدير العام للمدرسة الدولية العليا الخاصة متعددة التقنيات التونسية البروفيسور عبد الحميد بن صلاح عن جاهزية المدرسة لاستقبال الطلاب التشاديين بتخفيضات تصل إلى نسبة 50%، إلى جانب منح وزارة التعليم العالي والبحث والابتكار منحتين للدراسة في هذه المدرسة. حسن جدة. تعزيزا للتعاون المشترك بين البلاد والجمهورية التونسية في مختلف المجالات خاصة المجال التعليمي، تأتي هذه المقابلة التي جمعت أمين الدولة في التعليم العالي والبحث والابتكار الدكتور حسين مسار حسين بالوفد التونسي الذي يقوده البروفيسور عبد الحميد بن صلاح المدير العام للمدرسة الدولية العليا الخاصة متعددة التقنيات، مقابلة جاءت بعد مشاركة أمين الدولة بالملتقى التونسي الذي حضره أمين الدولة بدولة تونس. مقابلة تناولت أوجه تنمية الشراكة بين المدرسة التقنية العليا التونسية وجمهورية تشاد، ذلك عبر وزارة التعليم العالي. تباحثنا في هذه الزيارة، زيارة الآن التي تأتي امتداد زيارتنا لتونس، حقيقة في موضوع الشراكة، تفعيل التعاون بيننا وبين المؤسسات في تونس. وهذه الشراكة يعني تتمثل في يعني استعداد هذه الجامعة ومؤسسها في دعمنا لشراكة بناء أو إنشاء جامعة في العلوم والتكنولوجيا في تشاد هنا بشراكة تونسية تشادية، لتكون يعني صراحة هي تمثل النموذج للشراكة التشادية التونسية في مجال التعليم العالي. وصراحة قضية موضوع أن يتيح الفرص للطلاب وأبنائنا وبناتنا في تشاد هنا لتلقي العلوم والتكنولوجيا الحديثة في البلاد، وهذه تأتي صراحة ضمن توجهات وسياسات صاحب الفخامة رئيس الجمهورية رئيس الدولة إدريس ديبي كنو الذي يريد أن يجعل من التطور في التعليم وأن يحصل أبناء تشاد للعلوم العصرية، ونحن نشكركم على هذا الانفتاح. ومن ناحية أخرى فقد عبد الوفد استعداده لتطوير القطاع التعليمي بتشاد خاصة في مجال التكنولوجيا الحديثة، وذلك عبر إنشاء جامعة مماثلة لتلك إلى جانب فتح فرص الالتحاق بالجامعة التونسية للطلاب التشاديين الراقبين للدراسة خاصة في المدرسة الدولية العليا الخاصة متعددة التقنيات بتخفيضات وصلت إلى 50%. نحن مستعدين كمؤسسة وكجامعة أنه على منوال ما قامت به جامعة فارس لإعانة
تشاد لإنجاز مشروع كلية الطب. نحن على استعداد كمؤسسة جامعية مختصة في العلوم والتكنولوجيا، مستعدين باش نعاون أخواننا في تشاد لإحداث مؤسسة مشابهة لمؤسستنا اللي هي تختص في العلوم والتكنولوجيا، وخاصة في الاختصاصات المتجددة واللي هي مرتبطة ارتباط لصيق بالتقنيات الرقمية. احنا مستعدين باش نوفر تخفيض ب 50% على تكلفة التكوين والدراسة في الجامعة متاعنا في الاسبين. كذلك احنا باش نعطي وزارة التعليم العالي منحتين لطلبة يريدون الدراسة في الاسبين. كما دعا عبد الحميد بن صلاح الجميع خاصة حاملي الشهادات العليا والبكالوريوس والليسانس وحاملي الشهادات التقنية حضور المنتدى التوجيهي الذي تنظمه المدرسة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي في الأيام القادمة. وفي ذات الإطار وصلنا هذا الإعلان، حيث تعلن أمانة الدولة في التعليم العالي والبحث والابتكار عن وصول وفد من جامعة الزرقاء بالمملكة الأردنية لمقابلة الطلبة والطالبات الراغبين للاستفادة من التخفيض بنسبة 50% من رسوم التسجيل في التخصصات العلمية كالصيدلة والتمريض وتخصصات الهندسة. وتجرى المقابلة بصالة الاجتماعات بالمركز الوطني للبحوث من أجل التنمية. وتقبلوا منا خالص التقدير مسؤول العلاقات العامة والإعلام الفاروق محمد صالح. ومن مساكوري إلى لوغون الشرقي، وحفل تسليم وتسلم فصول دراسية لإحدى المدارس بمحافظة كو الغربية بحضور النائبة البرلمانية للمنطقة وعدد من المسؤولين الإداريين والتقليديين بالمنطقة محمود موسى الفيل. ثلاثة فصول دراسية بنيت في مدرسة مدينة بيدو التابعة لمحافظة كو الغربية بإقليم لوغون الشرقي، وذلك من قبل النائبة البرلمانية لمنطقة كو الغربية مورغو ديلفين. في كلمته الافتتاحية لهذه المناسبة، مندوب التربية الوطنية وترقية المواطنة بإقليم لوغون الشرقي من مدينة كروا رافائيل، الذي شكر النائبة البرلمانية على ما قدمته من أجل تعليم أبناء المنطقة، وأن هذه البادرة تدخل في إطار تحسين القطاع التربوي بغية تحقيق الأهداف المنشودة في هذا القطاع بالإقليم على وجه الخصوص والبلاد على وجه العموم. من جانبه، محافظ محافظة كو الغربية محمد بدوي الحاج أثنى على العمل الذي قامت به النائبة البرلمانية طالبا من جميع أبناء المنطقة العمل سويا من أجل تطوير الإقليم والمساهمة في بناء الوطن. النائبة البرلمانية مورغو ديلفين في كلمتها بهذه المناسبة قالت إن بناء هذه المؤسسة جاء نتيجة لاحتياجات سكان المنطقة المتمثلة في التعليم، طالبة من أولياء أمور التلاميذ تسجيل أبنائهم في المدارس خاصة تعليم البنات. كما طلبت أيضا من مسؤولي المؤسسة المحافظة على هذه الفصول وممتلكاتها. هذا وبعد عملية قص الشريط تم تسليم الفصول رسميا من قبل النائبة البرلمانية لمسؤولي المدرسة، وذلك وسط عدد من المسؤولين الإداريين والتقليديين فضلا عن المعنيين بالقطاع التربوي بالمنطقة.